أهلا بكم إلى هذه النشرة الاقتصادية، نقدمها من الميادين ونستهلها كالعادة بالعناوين. مراسيم بوتين الاقتصادية تخرج أنقرة من قطاع البناء الروسي وتصرف أكثر من 50,000 عامل تركي. انطلاق قمة مكافحة تغير المناخ في باريس وسط مبادرات طموحة لتحسين الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة. أهلا بكم. تتصاعد حدة التوتر بين أنقرة وموسكو على خلفية إسقاط طائرة سوخوي في سوريا. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أصدر قبل أيام مجموعة قرارات اقتصادية تصب في إطار فك أي ارتباط تجاري أو استثماري مع تركيا، أبرزها حظر التعاقد مع العمالة التركية بدءا من مطلع العام المقبل. ماذا تعني قرارات فلاديمير بوتين وكيف تؤثر على العلاقات مع تركيا؟ حسن يوسف. تركيا الشريك الخامس لروسيا، هذا ما يرد على جدول العلاقات الدولية للتجارة الخارجية الروسية، لكنها من حيث بنية الترابط تبدو أكثر تعقيدا وأعمق من أن تكون اسما على جدول. قرارات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تبدو واضحة لناحية إصابة الاقتصاد التركي في المقتل. بوتين أوعز إلى شركات السياحة الروسية بالعزوف عن تقديم عروض السفر إلى تركيا وطلب من وزارة خارجيته إشعار الجانب التركي باستئناف نظام التأشيرة على المواطنين الأتراك، لكن الأكثر تأثيرا مما سبق هو مرسوم حظر التعاقد مع العمالة التركية بدءا من مطلع العام المقبل. هذا المرسوم يصيب أكثر من 87,000 تركي في روسيا، 54,000 منهم عمال بموجب تصاريح رسمية، لتحل بذلك تركيا في المرتبة الثانية بعد الصين كأكبر مورد للعمال إلى روسيا. جل هؤلاء العمال ينشطون في قطاع البناء، حيث تعمل 330 من كبرى شركات التعهدات التركية في بناء ناطحات السحاب والمشاريع العقارية الضخمة، إضافة إلى الأبنية الحكومية والصناعية. أبرز هذه المشاريع مركز التجارة والأعمال الأوروبي في مقاطعة كالينغراد، مركز الأعمال في موسكو، موسكو سيتي، مجمع شركة سامارا نفط غاز، مبنى بنك التوفير الروسي في ستافروبل، والأهم مشروع ترميم البيت الأبيض، وهو المجمع الحكومي في موسكو الذي أنجزته شركة إنكا. خروج الأتراك من قطاع البناء والتشييد الروسي يمثل فرصة للشركات المحلية ومجالا لتشغيل آلاف العمال المحليين، لكنه في المقلب الآخر يقطع المداخيل عن آلاف العائلات التركية المنتشرة على امتداد البلاد. قال مسؤولون روس إن بلادهم ستحظر الواردات الزراعية من تركيا وقد توسع العقوبات إذا لزم الأمر، لكنها تؤجل فرض القيود عدة أسابيع لتخفيف الضغوط التضخمية، وتخطط روسيا لحظر الواردات الغذائية والصناعية ووقف الرحلات السياحية وإلغاء خطط التعاون في مجال الطاقة والغاز، وذلك إثر إسقاط أنقرة طائرة سوخوي روسية في الأجواء السورية. مصر مستعدة لسد حاجات روسيا والتعويض عن المنتجات المستوردة من تركيا، هذا ما قاله وزير التجارة والصناعة المصري طارق قابيل، مطالبا الجانب الروسي بموافاة مصر بقائمة تشمل أهم واردات روسيا من تركيا، علما أن أهم هذه الواردات يتمثل في الخضروات والفاكهة بنسبة 66%، تليها الملابس والجلود. وأكد الوزير المصري أن بلاده تملك الإمكانات لتوريد هذه المنتجات وأن لديها طاقات تصنيعية هائلة في هذه القطاعات. استأنفت مصر وروسيا رحلات طائرات الشحن بين مطاري القاهرة وموسكو لخدمة حركة تجارة بين البلدين عقب توقفها لعدة أيام، وكانت روسيا قد حظرت استقبال طائرات مصر للطيران سواء الركاب أو البضائع بعد سقوط الطائرة الروسية في وسط سيناء، علما أن السلطات الأمريكية كانت قد حظرت نقل طرود البضائع على رحلات الركاب. وأعلن وزير التموين المصري أن بلاده سوف تدفع دعما بقيمة 166 دولار لمنتجي القمح عن كل فدان على أن تشتري المحاصيل بالسعر العالمي، وذلك ضمن منظومة القمح الجديدة. وأكد الوزير أن النظام الجديد لا يكون في مصلحة الشركات الاستثمارية الكبيرة ولا الوسطاء ولا المتلاعبين، لأن سعر التوريد سيكون هو السعر العالمي نفسه،
مؤكدا أن صيغة الدعم الجديدة تصب في مصلحة صغار المزارعين الذين يصل إجمالي الأراضي التي يملكونها إلى أكثر من 60% من الحيازات الزراعية. قمة التغير المناخي التي دعت إليها الأمم المتحدة ستبحث على مدى الأسبوعين المقبلين في كيفية وقف اعتماد الاقتصاد العالمي على مصادر الطاقة المسببة للاحتباس الحراري وإيجاد بدائل أقل تلويثاً، وسط تحذيرات من العلماء تؤكد أن الفشل في اعتماد البدائل يكبد الاقتصاد العالمي مليارات الدولارات لمعالجة الآثار الكارثية لارتفاع حرارة الأرض. أكثر من 150 رئيساً يجتمعون في باريس في قمة التغير المناخي، حاملين وعوداً كثيرة لخفض الانبعاثات المسببة لارتفاع درجات حرارة الأرض. في هذا الوقت يختنق سكان بكين بالدخان والانبعاثات الكربونية، ويعيش سكان الجزء الشمالي من الكرة الأرضية في قلق دائم من ذوبان الثلوج في القطب الشمالي وارتفاع منسوب البحار، ما يؤدي إلى فيضانات تهدد حياتهم. أما في أفريقيا فيواجه المواطنون في أكثر من دولة موجات جفاف تقضي على الموسم الزراعي وتهدد أمنهم الغذائي. تقرير فجوة التكيف العالمي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة الصادر عام 2014 قال إن أفريقيا ستشهد ارتفاعاً في تكاليف التكيف مع تغير المناخ. التكاليف قد تصل إلى 50 مليار دولار أمريكي سنوياً بحلول عام 2050. أما تكاليف التكيف في جميع البلدان النامية فقد ترتفع إلى نحو 500 مليار دولار سنوياً بحلول العام نفسه. هذه التكاليف تشمل الانتقال إلى أنواع جديدة من التكنولوجيا واستخدام مصادر غير ملوثة للطاقة، إضافة إلى تغطية تكاليف إعادة تأهيل الأراضي وعلاج الأفراد المصابين بأمراض ناتجة عن التلوث. من جهته حذر الاتحاد الوطني الأمريكي للحياة البرية في تقرير صدر في نيسان أبريل الماضي من أن التغير المناخي قد يزيد التكاليف في الولايات المتحدة إلى أكثر من 32 مليار دولار لمعالجة مرض الربو والحساسيات الناتجة عن تلوث الهواء. هذا المبلغ يشمل التكاليف الطبية المباشرة إلى جانب أيام العمل المهدرة وانخفاض القدرة على الإنتاج. وأضاف التقرير أن ارتفاع حرارة كوكب الأرض يهدد عمل المزارعين ومعيشتهم، لأنه يعيق انتظام مواسم الحصاد ويغير خريطة المناطق الزراعية والأنواع النباتية التي تنمو في كل منطقة. قبيل افتتاح قمة باريس قالت الرئاسة الأمريكية في بيان إن 20 دولة من بين المجتمعين في باريس تمثل 80% من الموازنة العالمية المخصصة للبحث عن مصادر الطاقة النظيفة، ودعت إلى مضاعفة الاستثمارات في هذا المجال في السنوات الخمس المقبلة لإيجاد هذه الدول تكنولوجيات جديدة، علما أن كبرى الدول المستهلكة للطاقة هي الصين والهند والبرازيل، وهي تعهدت بالتوقيع على اتفاق تتيح تسريع تحقيق الهدف الأول لهذا المؤتمر، وهو ألا يتعدى ارتفاع حرارة الأرض درجتين مئويتين بالمقارنة مع ما كانت عليه قبل الثورة الصناعية. هذه الاتفاقية التي تعهدت الدول المستهلكة للطاقة بالتوقيع عليها تنص على برنامج بعنوان Mission Innovation أو مهمة الابتكار، ستوقع عليها 20 دولة تنفق نحو 80% من مجمل الإنفاق العالمي للحد من الانبعاثات الملوثة. ومن المقرر تدشين هذا البرنامج بالتزامن مع برنامج القطاع الخاص، وهو مبادرة مستقلة يرأسها المؤسس المشارك لشركة مايكروسوفت بيل غيتس. يطلق الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند ورئيس وزراء الهند ناريندرا مودي تحالفا دوليا لتوليد الطاقة الشمسية يهدف إلى جعل الطاقة النظيفة والرخيصة في متناول الجميع. وقالت حكومة الهند إن أكثر من 100 دولة غنية بالموارد الشمسية يمكن أن تصبح عضوا في تحالف ما يقلل الانبعاثات الغازية المسببة للاحتباس الحراري. ويتزامن إطلاق التحالف مع قمة باريس للمناخ التي تهدف إلى توصل اتفاق عالمي للحد من تغير المناخ. طلب الرئيس الصيني شي جين بينغ أن تأخذ محادثات المناخ الفروق الاقتصادية بين الدول في الاعتبار، وأن يسمح للدول بتطوير حلولها الخاصة لمشكلة الاحتباس الحراري. وتحمل الصين الدول المتقدمة المسؤولية الكبرى عن ارتفاع درجات حرارة الأرض وتطالبها بخفض الانبعاثات بالتزامن مع منح الاقتصادات الناشئة حرية أكبر لتطور نفسها.
الاقتصاد العالمي يتعافى ببطء، والإرهاب يتصاعد، والتغير المناخي يمثل تحديا كبيرا. هناك المزيد من الاضطرابات وعدم التيقن في الوضع الدولي. البلدان سيعملان معا من أجل التوصل إلى اتفاق يؤدي إلى خفض انبعاثات الكربون في العالم وتعزيز الدعم المالي للدول النامية التي تتبنى سياسات تحد من التغير المناخي. يجتمع مجلس إدارة صندوق النقد الدولي لاتخاذ قرار بشأن المصادقة على دخول اليوان الصيني في سلة عملاته الرئيسة، وذلك إلى جانب الدولار الأمريكي والجنيه الاسترليني والين الياباني واليورو. كان أوصى خبراء الصندوق باعتماد اليوان كعملة مبادلة رئيسة، وأعربت المديرة العامة للصندوق كريستين لاغارد عن دعمها لهذه التوصية. وتعارض أمريكا إدراج اليوان في سلة عملات صندوق النقد، وترفض إجراء إصلاحات في الحصص تعطي المزيد من الوزن للدول الناشئة كالصين والهند وروسيا والبرازيل وجنوب أفريقيا. أضافت الصين 14 طنا من الذهب إلى احتياطياتها في تشرين الأول أكتوبر، وهي أبطأ وتيرة للشراء منذ بدء البنك المركزي إعلان احتياطياته. ويضيف المركزي الصيني لاحتياطياته ما بين 14 و19 طنا من الذهب شهريا، بينما تسعى البلاد لتنويع احتياطياتها من النقد الأجنبي. وبهذا نأتي إلى ختام النشرة الاقتصادية. للمزيد زوروا موقعنا الميادين.net باللغتين العربية والإسبانية. نشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء. We'll be right back.